مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من برنامج ما وراء الجدران. اليوم مشاهدينا حين نفتح ملف النساء المعنفات وكل المشاكل اللي يعيشوها في المجتمع الجزائري، نروح قبل ما نخوض في تفاصيل هذه القضايا اللي خيرناها لكم سهرة اليوم، نرحب كالعادة بالمستشار القانوني لقناة نهار. أهلا بك أستاذ، ونرحب كذلك بالشيخ شمس الدين. أهلا 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 وسهلا. إذا مشاهدينا قلنا النساء المعنفات من بينهم السيدة لامية. لامية مجهولة نسب، أول من طرق بابها قبلت أنها تزوج به، ولكن بعد زواجها اكتشفت أن هذا الأخير يتعاطى المخدرات، يضربها، يعنفها، تخيلوا أنه يحبسها ويربطها بالسلاسل لساعات طويلة، واليوم رماها للشارع وحرمها من بيتها من بنتها، وفي كل هذا طلقها. اليوم لامية راهي في الشارع ما عندها حتى مأوى، وراهي ناشد هذا الزوج او هذا الطليق انه يرجع لها بنتها. لم يحضر معنا في بلاتو ما وراء الجدران، مرحبا بك معنا. يسلمك، مرحبا بك. اذا قلنا انت ضحيه هذا الزوج. نعم. اللي يضربك، يربطك بالسلاسل، يضربني، يعنفني، يعايرني بماليا، يحبسك داخل المرحاض، يحبسني، حاشاك يبصق عليا، غير وسائل تعدي ما ينفقش. نعم، اكثر من كل هذا يعني يخونك مع نساء اخريات، مع نساء، وانت تسمعي وتشوفي. هكذا. ويدي لي بنتي، كي يدي لي بنتي يروح معاهم، بنتي يجوز لها. قبل ما نحكوا كامل هالتفاصيل المؤلمه، خلينا نبداو من البدايات كامل. كيفاش يعني حياتك انت كمجهوله نسب، وين كنتي تعيشي، هذه الاسره اللي كانت تكفلت بك؟ نعم، تفضلي. نعم، انا كنت عند هادو ناس رباوني، خاطش انا يا ماما وبابا متلقين، ناس رباوني حتى كبرت. تلقين ولا ما نعرفهاش؟ ماما ما نعرفهاش. وبابا؟ بابا نعرفه، ولكن زواج حقيقي. ما عنديش اصلا كوارت، عندي بابا حطني على اسمه برك، حطني عند هادو ناس حتى كبرت. هكا كبرت، كنت واحد 10 سنين باش ولا زعما يديني لعمومي عماتي، باش تماك زعما باش ولاو يستعرفوا بيا. ومن بعد وليت نروح ونجي عند هادو الناس اللي رباوني، وعند ماني عند هادو الناس اللي رباوني. بصح بابا جامي تحمل المسؤوليه، حتى كي وليت هكا 18 سنه قالوا له هادو الناس اللي رباوني، قال لهم انا ديسيديت ندي بنتي نعيشها عندنا. داتني ماني الله يرحمها، كي داتني ماني ما دانيش بابا، بابا عاود زواج. ومن بعد ماني ماتت، كي ماتت ماني عمومي ديسيدو باللي انا لازم نولي نعيش عند بابا. مرتو ما قبلتنيش، دائما معها في المشاكل، دائما معها في المشاكل، ما قبلتنيش. عاود وليت نروح عند هادو الناس اللي رباوني، ما قدرتش نقعد معاها، شغل لقيت راحتي عندهم. كي لقيت راحتي عندهم قعدت كملت قعدت عندهم حتى تزوجت. كي تزوجت من عندهم. ديجا اصلا نهار اللي جاو يخطبوني بابا ما جاش بالسيف باش جا. كيفاش تعرفتي على هذا الزوج؟ هذا الزوج تعرفت عليه، عرفته هكذايا. ومن بعد كي حكيت له. واش معناتها هكذايا؟ عرفته وراوني هكذا، عرفته. ماشي في الشارع، وراوني عرفته. كي وراوني عرفته حكيت له كاع الحياه تاعي وكامل قبل وكامل، قال لي زعما ناخذك وهكذا. كان خدام لاباس به؟ كان خدام. ومن بعد كي تزوجت. انتم سالتوا عليه بحثتوا؟ لا ما سالنا ما بحثنا. كي تزوجت ورحت، تزوجت ورحت، واحد الايامات وليت نعرف انا عن بالي مهبول ولا خباء ولا، وليت نعرف بزاف عفايس ما كنتش نعرفهم من الاول. من بين هاد العفايس اللي كتقولي يعني واش هما؟ واش اكتشفتي؟ هاد العفايس وليت شغل ولاو يحكوا لي، يقولوا لي هذا زعما دار فيه يماه، وليت نشوف فيه ماشي نورمال، يقعد يضربني، كي يضربني ومن بعد يولي يقول انت اللي درتي لي المشاكل. نعم، واش كان يدير لي يماه؟ يماه ديجا كان هو يعنفها، كان يربطها كي ما تمدلوش دراهم، يربطها، كان ينحي لها يماه تخدم عند الناس، ينحي لها دراهم. يربط يماه؟ اي يربط يماه. بالحبل ولا بالسلك؟ ما على باليش، قالوا لي كان يحطها في البلاكار ويحوسوا عليها. يحطها في البلاكار مربوطه كي ما تعطيلوش دراهم. لانه يسحق دراهم شي مخدرات. المخدرات لازم تفهمي هذه المساله. المخدرات يعني شاب المخدرات يولي كالحيوان. ما يفرقش بين يماه ولا غير يماه. يربطها داخل بلاكار شحال؟ اليوم ساعه؟ معنى انا كانوا يحكوا لي 3 ايام 4 ايام، قال لك ونحوسوا عليها ما نلقاوهاش. تروح للسبيطار، دارت اوبيراسيون تاع الكواطر، كي راحت للسبيطار قالها اليوم تخرجي من السبيطار، قالها تروحي تخدمي باش تجيبي لي دراهم. لا حول ولا قوة الا بالله. وانايا كنت نقول هذايا كيفاش هذايا يماه دار فيها هكذا، تسمى انا وش حيدير لي. صبرت، كل خطره يضربني، كل خطره يحاوزني على 6 تاع الليل،
يحوزني على 10 تاع الليل ما عندوش كاع زعما بروبليم. كي يحوزني نروح لابوليس، لابوليس كانوا يدوني لدار الشباب، يدوني كل خطره وين يدوني. اذا هذا يماه كان يربطها 3 ايام 5 ايام 4 ايام في البلاكار، انت كزوجته واش كان يدير لك؟ بزاف وسائل التعذيب اصلا يعايرني. كي ندخل شغل كل حيوان، كل حيوان حاجه اللي نقصدها منه ما يديرها ليش، ما ينفق عليا قدام بنتي. بنتي ديجا وجيفها، بنتي قال لهم خطره حاوزني في الجنازه تاع مانو، حاوزني لبرا كي ما حبوش يشدوا له الطفله شافوه يجي لي الطفله. نعم، انت يا ربطك في البلاكار كيما كي ربطني وحطني حاشاك في التواليت. هذا كاع قال لي باسكو جبتي لي لابوليس ودرتي لي التبهديل والجيران والتبهديل، يخمم غير في التبهديل والجيران والتبهديل والجيران. انايا ماشي داير اللي حسب، هو كي يضربني انا ما نحملش الحقره، ما نحملش باسكو يضربني بلا سبه، واش من السبه اللي يضربني. هذاك النهار لا ديغنيغ فوا كي جبت له لابوليس على واش حاوزني، مدلي مبلغ تاع 200,000. انا يا رحت ضيفه عند هادو الناس اللي رباوني، هادوك ال 200,000 قال لي شري بيهم لي بوت لبنتك. انا ما شريتش بيهم، كي جيت جايه لداري شريت بيهم في الطريق. هو قال لي ما تشريش جيبي لي الدراهم نسحقهم. قلت له انا بنتي دراهم بنتي ما نمدهم لكش باش تشربهم لي مخدرات. قلت له انت نويتهم للطفله انا ما نرجعهم لكش. ما لحبط لي للباطيمه الجيران كاع شاهدين، حبط لي لتحت عاود حاوزني قتلني بالضرب. قال لي روحي شوفي من تجيبي 200,000 عاودي ولي كيما راكي. جبد لي الطفله نحالي الدوزان، جبد لي الطفله وحاوزني. كنت ديري شهاده طبيه انت؟ ما كنتش ندير، ما كي يضربني ما يخلينيش نخرج، ما كان يضربني ويحاوزني وما كنتش ندير. يضربني يحاوزني يحطني كل خطره وين يحطني بلاصه، يقول لي هاكي نحبطك للجزائر من جبتك وشوفي وانت ما ديريليش تبهديل هنا في بوفارك. انت او سمحي لي واش دير بشهاده طبيه؟ لو انها استفحى على مستوى العداله واستدعى على الاقل على مستوى العداله، ومن بعد يعني تجيب ربما حقوقها من الناحيه القانونيه، ومن بعد واش علاقتها به هي اللي تهمها علاقتها. كل هذه القضايا لما تروح للمحاكم تزيد تعقد الوضع. ولكن يعني اذا ضربها وعنفها وربطها وما ديرش شهاده طبيه لا قدر الله هو راح شكا بها، على الاقل تكون عندها حجه. يعني هي الان عايشه وضع مع شخص تعيش معه معاناه، يعني يا اما تستمر تصبر على هذا المعاناه يا اما تنفصل، واحدة من اثنين. ولكنها معاناة لا يصبر عليها. إذا أنا معك. لذلك كي تروحي أنت للمحكمة وتقدمي شكوى وتدخلي في أروقة المحاكم والمصاريف وكل شهر، ولكن هي تروح للشرطة واستئناف. أنا معك واستئناف وكلها، وفي الأخير أنت تدي حكم قضائي، حولك حكم قضائي واش دير به؟ وكي تروح للشرطة ويدوها دار الشباب أين هو الحل؟ لان هي ما قررتش مصير حياتها، يا اما يا تبقى تستمر يا تنفصل، يعني ما كانش الحل الوسط. نعم. استاذي اولا انا عجبتني العباره اللي استعملتيها، قلتي وسائل التعذيب. هذه العباره كانوا يستعملوها مالينا في وقت فرنسا، في وقت الاستعمار كانوا يقولوا وسائل التعذيب. اني ما سمعتهاش حتى عاود سمعتها عندك، قلتي بلي كان يمارس عليا مختلف وسائل التعذيب. ولما تقولي بلي كان يربطك ويحطك في بيت الخاله ويغلق عليك هكذا، قوليها باش نسمعوها. ايه كان يربطني ويحطني يحطني في بيت الخاله وفي البلاكار في البلاكار، يحطني 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 هكا، انا هو يقعد هكا وهو يحطني. واهله كيفاش يتصرفوا؟ اهله لي من بابه خاوتو. صبري علي الله يرضى عليك، نكمل وكملي على على معليش. انا حاب الناس تعرف اللي في 2018 امراه جزائريه تربط وتتحط في بيت الخاله ولا داخل بلاكاج والقش. وفي هذاك الوقت بالك هو راقد ولا يفطر ولا يروح يحوس وهكذا. يعني علاش قلت له هذا؟ هذه معاناه لا يصبر عليها، سميتيها انت وسائل تعذيب. ومن بعد انت تروحي للشرطه تشكي. ولما تروحي للشرطه تشكي هو يزيد يعاقبك وعلاش شكيتي بيا للشرطه. ونقعدوا ندوروا هكذا، يضربك تشكي للشرطه، كي يشكي للشرطه يضربك علاش شكيتي للشرطه هكذا. ولا شيء يتغير، لا الشرطة يجوا يعتقلوه ولا وكيل الجمهورية يأمر بالقبض عليه. شحال استمرت هذه المعاناة؟ 3 سنين ونص. 3 سنوات. هني حاب نستفهم هاي وضعية المرأة الحقيقية في الجزائر العميقة. هادو ماشي نساء تاع الصالونات والتلفزيونات وإهداء لي بوكي فلوغ، هادي ما تسمعش كاع بوكي فلوغ. هاي الجزائر العميقة وضعية المرأة اللي نهضروا عليها. حنا على هذه اللي رانا نهضروا. انت يوم بعد ما صرتي حتى صوتي يسمعك
لا لا، ومن بعد خاوت والحق خاوت لي من باباه كانوا يوقفوا معايا. واش الفايده؟ هم وقفوا معاك ولا ما يضربكش؟ ما يا عندنا لان الراجل كيغلق باب داره ما ينفعك لا مالك لا ماليه. ما قدرولوش ما قدرولوش، ما كاش اللي يقدر له. هذا مريض يشرب مخدرات فهمي. حنا رانا التم مادام يتعاطى المخدرات، راكي امام انسان لا يملك عقله ولا يملك قراره. شكون راكي قاعده مع مهبول يوم ما يذبحك؟ اي قال لي ما عندوش عقل. ولذاك انا ارى الحل في هذا الامن، يتدخل الامن. تاتي امراه الى الامن تقول لهم بلي البارح كنت مربوطه في البلاكار ولا يعتقل الرجل. ما قالوا الامن ما يفتحوش تحقيق؟ لا كانوا يدوا دار الشباب. ما فتحوا الامن. الامن واش داروا؟ الامن قال لك حنايا رانا نجو، جاو داوه من الدار جابوه لعند الشرطه. يقول لهم لا لا انا ما حاوزتهاش، ودارت لي تبهديل ودارت لي ودارت لي ودارت لي ودارت لي. يعاود يقلب كل شيء عليا بلي انا اللي درت له. ما يقدروش يدو خبره طبيه في الدم تاعو يعرفوا مخ. يا سبحان الله ما داوهني خبره طبيه ني والو. ما يقدروش يديروا الضرب والجرح العمدي. لا كل شكوى عندها موضوع وكل شكوى عندها ادله. يعني اذا تحدثت عن ضرب فيه شهاده طبيه طبعا تاع طبيب شرعي اللي يتاكد كل شيء. وفيه ايضا لما تعلق الامر بالتعذيب الجسدي في ايضا هي جريمه خطيره جدا، التعذيب الجسدي. حتى اذا كان مقترن باحتجاز او بالابقاء تاع انسان في مكان معين. هذه كلها جرائم خطيره، ولكن احنا ما نعرفوش كيفاش شكات هي والظروف اللي شكات فيها هي، لانه ما هو الشيخ ما ظنش باللي الانسان اللي يروح لمصالح الامن مباشره تعرف باللي مصالح الامن ولات ما تخدمش خدمتها، ولات تخدم غير زوجه جات زوج يضربني، الزوج جاء مرتي ما صفاش في الدار. يشتغلوا بهذه الامور يعني المشاكل مراكز الشرطه حتولي تخدم غير مع الجيران، جار الميسيل عليا، مشاكل الباركينج، ولا يخدموا غير الامور هذه، وهذا امر ماهوش داخل في خدمتهم. مع ذلك انه عندهم ضغط كبير. لذلك ماشي كل واحد يروح لهم ويروحوا يجي يخرجوا معه ابدا. لازم تمر على وكيل الجمهوريه تقدم الشكوى تاعك ويعطيهم اوامر وهما يفتحوا التحقيق. بصح هي كي تقول لك تعذيب وكل شيء، هل قدمت شكوى؟ بالتعذيب مثلا قدمت شكوى خرجوا معايا الخطره الاولى. قدمتي شكوى؟ قدمت شكوى بالضرب. ليس انا لا اتحدث عن ضرب، تحدث عن تعذيب. تعذيب قدمت شكوى. بس انا نقول لك يا اختي سمحي لي نعم. التعذيب حتى التعذيب النفسي كي يقول لك يا هيشه يا حيوان يا بنت الزينه هكذا هكذا يا بنت الزينه اللي ما عندكش اصل. هذه راي جراحات السنان لها التئام ولا يلتئم ما جرح اللسان. هذه ثاني تعذيب فهمتيني؟ ولكن هذا التعذيب تقدري ما تقدريش تثبتيه، بصح التعذيب الاخر تقدري تثبتيه. ما انا انا الخطرة الاولى ما عرفت، ما رحتش عند وكيل الجمهورية، حاوزني في الليل، رحت لابوليس وقفوا معايا داوني لدار الشباب. خطرة الدوزية ولكن مصير الشكوى تاع التعذيب وين راهو لاحق؟ لاحظت استاذة اللي وقفوا معاها داوها لدار الشباب. وهي في الحقيقة ماشي هذه الوقفة، الوقفة الحقيقية يفتحوا تحقيق على هذا الرجل اللي يعذب المرأة. لأنه المفروض المرأة تعاود ترجع للبيت الزوجي. وكان الرجل له خطأ في البيت. لا أنا نقول لك يعني ما يقدرش، ما عندوش حق مدام العلاقة الزوجية قائمة تبقى في البيت الزوجي حتى بعد الطلاق إلى حين أنه يوفر لها مسكن لممارسة الحضانة، لأنه هي عندها بنت. جيد هذا هذا، ولكن الأمور ماهيش بهذه الطريقة. البيت اللي حتولي له اللي فيه زوج، هذاك الزوج راه يشرب مخدرات ويشكل خطر عليها، يعني تعاود ولكن بين بيتها اللي فيه خطر ولي بيتوها الظلم اللي بيتوها في الكوميسارية. لا مش قول على الما بيت نفسه، واش عليه؟ داوها إلى دار الشباب، ولكن بعد ذلك اعتقل الرجل. ما اعتقل؟ لا لا هذا هذا هو سؤال. انا ما نعرفوش، اسمحي لي شيخ، ما نعرفوش واش وقع كاجراءات. احنا رانا نتحدثوا هكذا يعني جلسه بدون وثائق وبدون اجراء، نحبوا ما عرفناش واش دارت، هل قدمت شكوى وكي قدمت شكوى وشو موضوع الشكوى هذه، وهما لما اتصلوا بوكيل الجمهوريه هاهي قدامنا واش عطاهم من اوامر. قدمت ماذا وقع؟ احكي لنا. شكيتي عن ما شكيتي؟ شكيت عند وكيل الجمهوريه. كتبت عارضه ودخلت. كي كتبت عارضه ودخلت قالوا لي ديها لابوليس هما يسمعوكم. ولكن هذيك لازم يكون بامر من وكيل الجمهوريه. وكيل الجمهوريه قال لها واش موضوع الشكوى؟ موضوع الشكوى كي دخلت قلت له راهو يحاوزني، راهو يهني، راهو يربطني، راهو يهددني بالقتل هكذا. دخلت قال لي لابوليس هما يسمعوكم. رحت لابوليس، لابوليس قالوا لي احنا واش قالوا لي يا مدام راكي لا كاتخيام فوا وانت تجي لينا. واش حنايا دوك وكيل الجمهوريه راهو حصلنا حنا. لابوليس وقفوا معايا ما نقولش ما وقفوش. سمعوك على محضر؟ سمعوني، داروا لي محضر. ومن بعد هو ثاني استدعاوه سمعوه، قالوا لنا زعما القضيه تاعكم تروح للشرع. وراحت راحت للشرع ودوكان ما على باليش الوقت. وفي الوقت اللي سمعوكم وكاع وكنتوا تباتوا في نفس البيت.
لا لا هذه هاد الخطره. شحال عندها؟ هاد الخطره عندها شهر. هاد الخطره كي رحت وكامل كي كتبت عريضه، وانا نهار اللي حاوزني بالذات كتبت عريضه ودخلت عند وكيل الجمهوريه وشكيت به نهار هذاك بالذات. وكيل الجمهوريه شغل ما قال لي عاودي ولي، قال لي ولي بتنين. قلت لهم بصح انا راني برا حاوزني وراني برا، ما كاش وين نروح. الشاه اه يعني اصعب شيء تسمحي لي فقط، اصعب في شيء في في, في الجزائر تحت على كل ادارات كلمه ترجع عاود ولي. الله يحفظك. يعني في تسمحها باستمرار يعني في كل يعني اشياء احيانا اشياء مستعجله ويقول لك عاود ولي، يعني عندها كلمه بسيطه وهي عاود ولي بالنسبه اليها نعم. تكلفها تزيد تبات في الشوارع نعم. انا كي قالوا لي روحي وعاودي ولي حبطت للجزائر، نمشي ما عرفت وين نروح، ما عندي دراهم، عندي مزيه وفي الشيء هذا كل بنتك وين كانت؟ في الدار، في داري مع باباها. ايه مع باباها داها وراح لي مع نسا، وانا انا خرجني ودالي الطفله وراح مع نسا. ومازالت بنتك الان عنده؟ ايه راهي عنده. شحال عندك مشكله؟ عندي شهر. ما كانش قضيه طلاق؟ اللي خرجني لو 15 فيفغي. شحال عمرها البنت؟ عامين ونص. اولا هذا فاقد العقل، لا يجوز ان تبقى معه بنت، لان هذا يشرب المخدرات وما نعاملهمش بالمجاملات خلاص. ما عندها رجل لا يصلح، وشنو ما يصلحش باش يقود نفسه، ما بالك تشدي خلي طفله عامين ونص عنده. اسمح لي شيخ. نعم. ما نسمحش في الطفله، قلت له هذه بنتي انا تربيت بلا يمات بلا بابات. الله يحفظك. كيفاش انا نسمح في بنتي؟ قلت له انا برا برا ونقعد مع بنتي، معليش نخدم، اني قاريه ما رانيش، معليش ما يقبلونيش في الخدمه، نخدم على جال بنتي ما نخليها لكش. وش حنت تدي لها الطفله هذه؟ ما تقدرش انت ديجا في الدار ما على بالكش بيها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من فرق بين امراه وولدها. هذه واحده. ثانيا كاين جاهليه يتحكم موضوع الطلاق في الجزائر، جاهليه اقول. الشريعه كانت واضحه، امساك بمعروف او تسريح باحسان. يعني حتى هما يعتقدوا باللي الطلاق شغل يجوز فيه كل شيء. تسريح باحسان يعني جبت امراه ما عجبتكش ما تفهمتوش، واش عليه؟ هذه سنه الله في الخلق نتاعو. روح الى التسريح باحسان، التسريح باحسان. على بالك واحد السيد منا من العاصمه تزوج مع وحده تونسيه، كي ما تفاهمش معاها هو حكى لي، راح شرا لها اوروبا وجهاز وكاع وراحوا للمحكمه وطلقها. قلت له بصح علاش شريت لها اوروبا ديال 9 ملايين؟ قال لي كي شريتها لها واش قالوا له؟ قالت له هذيك الخياطه، قالت له هذه ان اوروب دي سواغي. قال لا لا هذه اوروب دي طلاق. علاقه اللي تسريحهم باحسان، بعتها لبلادها واش من الجهاز واش تقول شي واش. هذا الرجل لو كان عنده عقل يا خويا ما تفهمش مع هذه المراه. التسريح باحسان هذا ما كان على باليش. انت قلتي انه عجوزتك تخدم وهو يخدم في الليل وعنده لوستك شويه مريضه صغيرة. يعني شكون يرعاها الطفله اذا؟ ما على باليش. تخلي واش درتي باش ترجعتي بنتك لي؟ ما انا كي خرجت مباشرة كي رحت هكا، ومن بعد ما قدرتش نقعد برا، رحت دخلت لابوليس في الجزائر. يعني تكملي مع الحياة ولا تطلقي؟ لا ما نكملش مع الحياة. يعني انت لازم تكوني واضحة. انا قالوا لي رفعي قضية الخلع. كي نرفع قضية الخلع ما عندي محامي، ما عندي الإجراءات، زعما ما عنديش باش ديجا مأوى وين راني، ما عندي دراهم باش ندير محامي، ما عندي حتى حاجة. أنا أصلا ما على باليش. هو ما طلقش، هو قال لي انا، هو طلقني بالفم. طلقني كيفاش؟ كي كنت في الدار ديجا كان يطلقني بالفم. كيفاش صارت؟ احكي لنا كيفاش طلقك. هو كي كنت في الدار قلت له ما راكش حابني طلقني. قلت له علاش راني قاعده هكا معذبه معاك؟ علاش راك تعذب فيا تكره لي في حياتي؟ قلت له ديجا انت اصلا حياتي شتها باللي ماشي عشتني باباتني مات نورمالمون انت هي ترحمني. قال لي انت لو كان جيتي كيما الناس راكي عند مالك، ماشي مالك سمحوا فيك، انا ثاني كنسمح فيك. قال لي كون جيتي كيما الناس نرميك عند مالك ونحط بنتي. نعم. على بالي وين راهي. رضوان نراه معنا على الخط، اللي هو طليقك او زوجك يعني، مازال ما عرفناش مليح ما فهمناش. الو يا حياة وقلم وراء جدران. الو مساء الخير رضوان. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. وعليكم رضوان معنا زوجتك لاميا في بلاتو ما وراء الجدران، راهي تحكي لنا شويه كيف. راهي تعرف بلي ما وراء الجدران. نعم، يعني كنت انت تنتظر انه لميا حتجي لبرنامجنا؟
بعد على بالي انا اللي كنت جاي قبل. انت كنت جاي بعد العذاب اللي عيشتها فيه ربما كنت تعذبها، تضربها، تربطها في البلاكاغ، تربطها في اماكن يعني، تحاوزها للشارع، حرمتها من بنتها، يعني تشتمها، تهددها بالقتل. واش تعليقك على هذه القضيه؟ وهل صحيح كل ما نسب اليك؟ ما كاش من عاداتش هذا الذي لا قلت لكم، ما كاش من. اذا راهي تفتري عليك، راهي تزيد عليك، تتهم فيك. اذا ما كاش منها، معناته اسمعني، اذا ما كاش منها قول لنا كيف كنت تعززها وتكرمها وتقضي لها وتديها تحوس. احكي لنا، احكي لنا كيف كنت معيشها. كانت عايشه لاباس بها. ايه داخل البلاكا ولا خارج البلاكا؟ نعم، كلها تحكي لكم من الاول كيفاش عرفتها وكيفاش لاحظت. احكي لنا انت، شوف هي راهي قالت لنا الروايه ديالها، حبذا لو تحكي لنا انت الروايه ديالك، لانه اتصلنا بك وحبينا نفهموا كيفاش تعرفت عليها. على بالك الان وين راهي عايشه الطفله بنتكم، وين راهي؟ هل صحيح نعم؟ لا بنت عندي، بنتي راهي في دارهم لاباس بها. وكيف طفله لاباس بها بلا يماها؟ وين لقيتها انت هذه المساله؟ وين شفت انت طفله لاباس بها بلا يماها؟ ماشي عند يماها. صح، الان على بالك زوجتك لاميا وين راهي؟ على حسب كي النهار اللي خرجت. انا ديبوزيت في العند، من بعد ما راه عيطوا لي لابوليس قالوا لي راهي دار الحسن هكا في صغاره. اها، ورحت انا حتى الصغارة، ونهار اللي رحنا قالوا لي هاي وقتها دخلت وهاي وقتها خرجت. ولكن انت كزوج جزائري يعني كيفاش تسمح انه زوجتك تروح لدار الشباب وتروح لصغارة؟ يعني كيفاش خليتها خرجت من الدار؟ راك تقول باللي هي اللي خرجت ماشي انت اللي حاوزتها. خرجت وحدها، ما كنتش انا في الدار اللي خرجت. هذه السيدة ماشي في عقلها باش تخرج، كيفاش وشنو هو سبب خروجها من البيت؟ كيفاش راح نقول لك انا هكذا؟ ما نقدرش نفهمك، لازم نكون قدامك باش نحكي لك، وكاين حتى دي بروف، كاين بزاف صوالح. معليش انت مستعد يعني راك حاب تجي البلاطو؟ هي راهي معاكم. اي معانا وراهي تسمع فيك. انا اللي كنت جاي كنت نستنى في واحد الورقه باش نجيبها من دار الشراء. نعم. ونجي باش نبين صدق الحال راهي. معليش حنا البارح قالت لي، البارح عيطت لي وقالت لي حنا بابنا مفتوح ليك في اي وقت، مرحبا بك، ولكن الى حين انك تجي ونستقبلوك في البلاتو قول لنا سبب المشكل، وشنو هو سبب هذا النزاع والخلاف اللي يخلي مراه تخرج من دارها وتخلي طفله في عمرها عامين وتتهم زوجها انه يتعاطى المخدرات وانه يعذبها ويكبلها ويضربها؟ اعطينا سبب النزاع، وشنو هو المشكل؟ هي تقول بلي انا نتعاطى المخدرات. نعم. انا نقدر، هاي كاين دار شراء كلش الحمد لله يا ربي، ما عندي قضيه ما والو. اي صح، وشنو هو المشكل اللي ما بيناتكم؟ وشنو هو المشكل؟ هي اون بيرسون عندها قضيه دار ومخزيرات، راهي في دار شراء تاع شراكه، ما عنديش بزاف من اللي ديكوفريتها، وعندي لافوكا وراح نجيب عندك الحكم، عندك الحكم. مازال ما جبتش الحكم، ما نقدرش انا نجيبه، لازم افوكا ولا لافوكا تاعي هو اللي يروح يجيبه. نعم، هي نسالوا اذا سمحت لي سي رضوان، هذا الحد الان اللي نتكلموا، راهي زوجتك ولا هي مطلقه؟ راهي مطلقه. وين طلقت؟ في المحكمه؟ مازال ما لحقتش للمحكمه، ما دفعنا للمحكمه ومازال ما عيطونا. يعني طلقتها لفظا يعني بالكلام؟ بلساني. صح، انت انسان مسلم، وربي قال امساك بمعروف او تسريح باحسان. هذا المراه كعبك انت ما عندهاش عائله وما عندهاش يعني من يحتضنها، ما كانش من الحكمه انك انت تحسن اليها وتكرمها ومن بعد نفترض وصل وقت الطلاق باحسان بلا ضرب بلا تعنيف بلا ما تربطها بلا اي حاجه. ما كان لا ضرب لا والو شيخ، انا خرجت لبيت بنتي وخرجت ما على باليش، زوج سوايع من بعد عيطوا لي من الدار قالوا لي خرجت. بنتك في عمرها عامين ونص. علاه ما راهيش عند يماها؟ يماها هي خلتها وراحت. انت خليتيها ورحتي، جاوبينا. ما كاش كاع منها.
ما كانش كاع منها. لا بوليس تاع بوفارك راهم شاهدين باللي كل شهر شهر ونص يحاوزني، يشد لي الطفله ويحاوزني، يقول لي كي تلقاي انت وين تروحي نمد لك الطفله، يقول لي روحي روحي للدزاير تاعك من جبتك، روحي هومي في الزنق والطفله ما تشوفيهاش. سني دقيقه رضوانك تسمعني؟ راني معاك شيخ. اني حبك تخاف ربي، على بالك لما تتهم اسمعني واش راني نقول لك. النهار تتهم امراه بالدعاره في الشريعه الاسلاميه راهي لازم اربع شهود، وكل شاهد شاف الحرام بعينه بلا واحد ما قال له. واذا ما كاش اربع شهود اسمع نقول لك، اذا ما كاش اربع شهود فهو قذف. يعني ماشي سهله هكذا تجي واحد يتهم امراه و لا لا. الحاجة هذه اللي قلت عليها هذه قلت تاع قضية كانت عندها في الشراكة. إذا كانت عندها بكري وتابت وأنت تزوج بها وسطرتها، كمل سطرها، علاه راك تجبد فيها بكري؟ كانوا يصراو مشاكل هكا أشاك فوا، مشاكل يجوا دارهم، يجوا عمومها، يجي باباها، يجي عمها، يقول باللي باسك هي تربات ما تعرفش يماها وكذا والآخر منها. عمها قال باللي طفلة بالك كنت ربيت هكذاك عندها ديبريسيون من ما لازم تشوف طبيب. كي نهضر الطبيب تقول لك يا ودي لا لا وكذا، وانا هي ماشي مهبوله، وانا هذه وانا هذه وانا هذه. ردوني مهبوله المراه اللي تنوض على 14 اصبح وصلت يما سي رضوان. سي رضوان انت لحد الان ما قلتلناش هذا المراه قال ما قامتش بيا، ما تنقيش دارها، ما تقومش ببنتها. راك تحكي غير عمها، واش دخلنا في عمها احنا؟ جاي يدير لنا تحليل نفسي، علاه انا مسحقين تحليل نفسي؟ انتايا هذا الطفله كنت على بالك الوضعيه تاعها، على بالك قبلت بها وتزوج بها، كون راجل وتحمل مسؤوليه، اذا عندها مشكل نفسي داويها، اذا خاصتها الحنانه وفر لها. والان ما حكيتش كاع مشكله مقنعه، انا ما قنعتنيش. اهم سؤال تسمح لي نوجهه له، قل له هذا الوضع كله والشيء اللي حكيته كله، علاش ما راحش طلقتها؟ يعني الله يحفظك الرجل العادي او تسريحوا باحسان. في دار شقالك الدورو ما تديه. لا الرجل العادي كي تسمع منو يحكي هكذا تقول واش المفروض راح للمحكمه، هو علاش ما راحش للمحكمه؟ ما يروحش للمحكمه. لا خليه يجاوب، خليه يجاوب المحكمه، خليه يجاوب تفضل. لا رحت للمحكمه المره التاليه هذه، رحنا للمحكمه بس كانت اشاك في اي مشكل وما يقول لك في وجه الطفله، في وجه الطفله، في وجه الطفله. المره التاليه هذه كانت ديجا دارتها مقبل وتقينا وزدنا عذرنا وقلت خلاص سي بون هذه المره التاليه ونطلق. زادوا دخلوا بيناتنا لابوليس وكذا منا، قال لك يا ودي وتش الطفله. قلنا وتش الطفله ما كانش مشكل، صح انا المراه اللي تخرج من الدار تروح وانا نعيط خمس ايام ست ايام وانا نعيط، التليفون يسوني ترفد عليك وراكي تقول لك ما تدخلش راحت وما تحوش عليا وراني وتكوبيني. هذه كيفاش الشيخ هو اللي نورمال هكايا؟ ما كاش منها ما نرفدلوش كامل لانه انت خرجتها، انت تحاوزها هي تقول. ما كاش اللي حاوزها، انا حاوزها وما كاش تضربها وتربطها وتحطها في البلاكار. ما كاش منها هذا الشيء. دوك انت تقولنا ما كاش منها وراك حبنا نصدقوك وهي كنكذبوها او كلامك ضد كلامها، وعلى ما تتصالحوش وتتقي الله ودوام الحال من المحال. وما كاش عائله ما فيهاش مشاكل وتلاقي مرتك وتلاقي بنتك. خليك ما ربطتهاش السكتي، خلينا نسمعوا. على ما تعاودش تلاقي مرتك، هي ما عندهاش مسكينه غير انت، وتكون راجل وتستغفر. على بالي بيش، على بالي بيش الشيء هذا، وانا شحال من خطره كنت نقول لها يا ودي قعدي عاقله بسك على بالك انت لو كان كش ما يصرا وراك رايحه، خليك قعدي ريحي بركي. ماشي غير انا خاوتي تجي خلاص خلاص حتولي عاقله. انت صغير ما تعرفش الدنيا، انت بداتك جاي للدنيا ما تعرفش المشاكل. هذه طفله كي شافت تظهر ما عندها حتى واحد مسكينه. البارح نعم. نهضر معاها قلت لها انتيا مقلوعة عندك شهر ما عيطتيش، ما تسقسي على بنتك. وانت يا فليكسيتي لها بس تعيط هي باركك من هذا الهضره. يحم بابك هذه تعسى ما شهر ما تليفونيتيش. خليك انت راجل، ارفد بنتك وروح لمرتك، اذا طلقتها طلقه واحده يجوز ان تراجعها، فهمتني؟ يا اخي حكمت المحكمه بهذا الطلاق. مازال ما عيطوش. خلاص راني فهمتك، انت تيجا ماكش ناوي ان شاء الله تطلق. اذا طلقتها طلقه واحده باش تخوفها ولا يجوز ان تراجعها. واني حبك تكسب اجر عند ربي، راني حاس بلي هذه الطفله ما عندها حتى واحد. راهي هايمه مسكينه حيره وين تبات.
قول له الشيخ ايضا قول له باللي تسمح لي قول له ايضا باللي ربما انت قلت باللي انت راك صغير قول له باللي ربما بعد الطلاق يعاود الزواج راح يلقى نفس الوضع. والله يرضى عليك. يعني باش ما نقولوش باللي نسى يتشابه ولكن راهيش نفس الوضع يعني لا ماهوش. لا يقدر ينتقم منه ربي سبحانه على الظلم. ولكن الله يلقى يوليا يرحم عليها. ولكن ربما بنته يكون بعيد شر مصيرها نفس مصير الام اذا حرمها من الام ديالها. وانا هذه الحاجه اللي كنت نقولها لها يا ودي ما تخليش طفله تتربى كما تربيتي انت. خليك اقعدي عاقله. انا راني مستعد دير لون ديرو نتوما ديرو لون كات اللي هي وعليها. وانتوما تحكموا شكون الظالم وشكون لا لا اليوم اسمع اليوم ماشي همنا شكون ظالم شكون مظلوم. احنا حابينك تجي احنا رانا حابينك تجي لبرنامجنا وهكذا يكون فيه فرصه انه ربما نفهم القضيه احسن. انا ما نوليلوش لو كان يستغفر ويندم ما يندمش خاطر شحال من خطره يديروا الصلح ما بيناتنا شحال من خطره يدخلوا ناس جيران ناس شافوه رايح يرميني من البالكون وكان ماشي مرت بابه تجبد لي راه يتسقم ويستغفر شحال من انسان تسقم انا يا انا يا لوك انا ما نوليلوش انا نلقى برك يعطيني الطفله بنتي يعطيها لي نلقى وين نديها ما نوليلوش ما نوليلوش خاطش على بزاف جرحني 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 يطلب منك السماح ويجي ويطلب السماح ويجي بوكي فلور ويقول لك سمحي لي وما نجيش نعاود هو خبزه هو خبزه كي نجوع ما يدخلهاليش يقول لي استنى يما كي تجي دخل لك يجيب لك زوج خبزات دوكا خلاص الناس ما يتسقموش عبالك انت يا وكاين الناس وحنا نصلحوا بينه وبين مرتو وصلت للعجب في النهايه تصلحوا ما شاء الله فقط مستعد انه تجي البلاطو ما وراء الجدران وتكون في حاضره كذلك لميا مستعد انك تجي الاخت عائشه قلت لك انا كنت جاي هذه الفكره هي ادتها من عندي اذا مرحبا بك الوحده فاميلتها وهذيك فاميلتها جالت لها اذا هي جات سبقتني اذا الاسبوع المقبل ان شاء الله حتكون معنا حاضر في البلاطو ان شاء الله بلا ربعة كيما اليوم ان شاء الله هذا وعد منك قلت لك انا كنت جاي نعم ان شاء الله جيب لنا معك الطفله باش هكذا باش نفهموا القضيه احسن ونزيلوا كل اللبس وكل حاجه ماشي مفهومه نوضحوها للمشاهدين حاجه واحده برك نعم تفضل ياك تتبعوا انتم تتبعوا القضايا اكيد نعم والاخر يا خويا ما كاش مشكل انا نجي واش راهي تقول هي نعم. ونجي ونهضر انا كاع واش كاين نعم وتبعوا وانتم تحبوا فقط بقى معنا على الخط ايمان حتاخذ من عندك كل المعلومات وتتصل بك ان شاء الله لبرمجه حضورك معنا في البلاتو ما كاش مشكل بارك الله فيك رضوان شكرا جزيلا بركه وربي يعاونكم والاستكي والاستاذ والشيخ انا كل أربعة إن شاء الله عمري لا رأيت للآخر تحكم ونشوف شكرا وشحال من الخطرة شوفي الناس نقولها كيفاش شوفي الآخر شو يا ودي حنا رانا في الخدمة وأبوابنا دائما مفتوحين ليك ولغيرك إن شاء الله هكذا رضوان هذا اللي كانوا يقولوا الجنة هذه كانت يما تقول لي الجنة أسطرة شوف الجنة كيفاش دايرة معليش نخليو هاي التفاصيل إن شاء الله نخوضوا فيها في عددنا المقبل إن شاء الله بحضورك معنا ولينا قصة التهمة بالدعاء وليعوذ بالله ما كاش كاع منها هاد الحكاية لو يحكي فيها ويلا نعم. عنده كما يقولوا أدلة على هذا واش راهو يحكي يجيبهم انت نعم. بريئة بينك وبين الله يعني. بيني وبين ربي الحمد لله بريئة وكان كيف في هذه المواضيع شيخ أنا في كل مرة نتحدث من باب أنا نقول لهم أنا نبحث دائما في الأسباب نعم يعني أنت صورتي زوجك شخص عنيف و لا بالعكس ما يبانش لا ما بان ما يبانش ما تقدريش تحكم عليها ولكن أنا دائما نحب نبحث في الأسباب أنا نقول لا ما بان ما يبانش ما تقدريش تحكم عليها ولكن أنا دائما نحب نبحث في الأسباب أنا نقول بأنه 50% من عنف الرجل ضد زوجته ولا ضد أخته سببها المرأة سببها سلوك المرأة وكي تفتح الباب ولا كيفاش تعاملوا ولا كيفاش تجاوبوا ولا كيفاش طريقة الحديث تاعها يعني هذا في صورتي استفزازية تكون ربما طريقة ما نقدرش نوجه اتهام ولكن انا نبحث في الاسباب نقول دائما نمد مثال تاع حوادث المرور نديروا احصائيات ولكن لازم نبحث في الاسباب كي نعرفوا الاسباب نعرفوا علاش العدد هكذا كي تشوفي العنف كبير لازم تبحثي في الاسباب كاين فرق بين المرأة اللي تستقبل زوجها في اخر اليوم ماشي شرط ابتسامة تستقبله في ظروف داخل فيها ماهيش نفس الزوجة اللي غير بمجرد أنه يفتح الباب وكأنه داخل السجن لذلك مهم جدا نعرفه أيضا سلوكها هي معاه يعني كيفاش تعامل هذا الشخص أنا سلوكي معاه نعامله كما كاع رجال نعاونه يدخل تعمليش كما كاع رجال هذا زوجك إيه زوجي نعاونه كما كاع نساء كيفاش يعاملوا أزواجهم نعامله بصح كي وصل يجرحني
ويضربني وهكذا وليت من ما نهدرش اصلا معاه. بكل صراحه انت مسبوقه قضائيا؟ لا لا بكل صراحه جامي. وماذا لو انه يجيب حكم قضائي تكوني فيه مدانه بالجرم؟ ما كاش منها الا عنده حكم ادله يجيبهم. متاكده ثم متأكدة. اخت عائشه سمحي لي نقول كلمه في هذا الموضوع. المراه اللي ضربها راجلها وتهرب للشرطه، انا عندي دائما امراه شريفه، هاتش النساء اللي دايرين الزبايل يا وعندهم وين يروحوا. نعم يعطيك الصحه. فهمتي؟ عندهم تليفون يجي على الطونوبيل. يعطيك الصحه. انا نعرف مليح واش صاير. يعني كونك كي كنتي تحكي بلي كل ما يضربك تهربي للبوليس. لا ماشي يضربني انا ما نهربش. ولا يضربني ويحاوزني. لما يحاوزك واش ديري؟ نشد بيته ونقعد مع البوليس. نروح للبوليس. ولا بوليس ولاو يخدموا مساكن خدمه المصلح الاجتماعي، قال لك يروحوا يصلحوا بيناتهم. اليوم اكيد عندك طلبات باش جيتي قاسمتينا الهم ديالك وتفضلي. انا كي رحت باش نطلب طلاق قالوا لي لانه حتى هو كان حاب يعني يجي البرنامج، حتى هو قلبه راه ما على باليش. انا ما على باليش لان انت اتصلتي به البارح. ما اتصلتش به. اذا هو اتصل بيا ورفدت له. نورمالمون ما نرفدوش بصح الناس اللي يعني عندهم قالوا لي معليش ارفدي له بالك كاين حاجه. كي رفدت له يقول لي راكي متلقه. كي قلت له معليش انا متلقه تلقني في دار الشرع. انت هذا الطلاق تاعك راني ملي عرفتك وتزوجت بك وانت تقول لي راكي متلقه يوميا يقولها لي. كان يقول لك هكذا؟ اي قول لي. اذا وقع الطلاق؟ اذا تلفظ بالطلاق الثلاث فقد وقع. لا لا وهذيك الايام كاع اللي قعدتيها معاه كنتي في الحرام. انا قاعده في الدار هو يقولها لي، كي نضربو يقولها لي، يقول لي ما نسحقكش راكي متلقه بالثلاث هكذا. اليوم يعني واش تطلبي لميا؟ انا نطلب يرد لي بنتي. نعم. ونطلب ماوى. معليش نخدم على بنتي، مانيش حابه الشارع ما يرحمش. مانيش حابه نكملها هكذا نقعد في دار العجازه ولا بلا بنتي. لو كان راهي برك معايا بنتي نقعد في دار العجازه، راني شفتهم الناس بولادهم مقعدين لتما مستورين خير من الشارع. نطلب ماوى ويرد لي بنتي. حتكون فيه ان شاء الله متابعه خاصه ان شاء الله لقضيتكم ان شاء الله. وشكرا لك لانه وثقتي فينا وفي برنامجنا وحكيتي لنا المشكله ديالك. بالصحه. نشكر الشيخ والاستاذ. لا شكرا على واجب. شكرا لك لمياء. ان شاء الله. مشاهدينا انتم متواصلين معكم بعد هذا الفاصل وركن دير الخير. مشاهدينا في ركن دير الخير معنا سيدة أم لأربعة أطفال راهي تعاني الويلات، ضاقت بها الدنيا بعد طلاقها ووجدت حالها اليوم في الشارع متشردة رفقة أربعة أطفال من بينهم طفل يعني كفيف راهو حاضر معنا في البرنامج والأم ألحت على حضور ولادها معنا في البلاتو. إذا سيدتي مرحبا بك معنا في بلاتو ما وراء الجدران. أيسلمك. نعم كريمة أنت راكي تعاني لأنه بعد طلاقك لقيتي روحك في الشارع مع أربعة أطفال من بينهم هذاك الطفل مريض ربي يشافيه ما يشوفش. احكي لنا تفاصيل معاناتك سيدتي. عنديش عندي 5 مليون و 800 تاع البلدية. نعم. هاي الكارطة تاعي. هذه تاع وليدك. هاي 100%. نعم. ما عنديش ما لحقتش باش نوكلهم ولا نلبسهم ولا نكري. ما عنديش. تتخدمي منظفة؟ منظفة في بلدية سعيد حمدين. نعم. خدمت قال خدمت الدرج تاع الديار، خدمت في الديار غير باش ياكلوا ما يشوفوش الناس. جامي مديت يدي. ناس تاع بيرمونديز قاع تعرفني. اللي يقدر يعاوني بحويجه اللي يقدر يعاوني. بصراحة قلت لي العظم اللي راني راح نترم انا ولادي للزنقة. شكون يحيى عميك؟ هما اللي الدار ولاد عمتي. وهذه البلدية اللي كتخدمي فيها وتوزع السكن؟ الرئيس قال لي ما عندي ما ندير لك. على؟ قال لي عطيت لك 8 ملايين. ايه؟ باش زعما نكري بهم. راه حتى البدوة وطرف في الدنيا. كريت ما هنا دار ودارت عليا المراقبة تزيدي لي. أنا 8 ملايين واش يدير؟ لا أنا نحكي على البرامج تاع السكن أو أنا نشوفه توزيع السكن. انت على ما كيش مسجله في ملف السكن؟ ملف السكن باش يعطوك سكنه يعني. غير كيما طلقت هما نهار الاول كي قلت لهم انت واحد مور رمضان ما عنديش بزاف. انت مزوجه مع وليد عمتك؟ انا عمي وليد عمي. مزوج كي ويت نفقه لولادو؟ ماهوش يمد. عندك 4 اولاد؟ هي اصلا طلقت بسبب الاهمال. علاش الاهمال؟ درت الاهمال عائلي. رمضان الناس يطيبوا في ديارهم وانا وقفت حتى في وسط الرجال في المارشي بات الديون.
باش ولادي ما يحتاجوا لحتى واحد. لأن زوجك غير مسؤول. غير مسؤول ونظر ضرب هذا بالموس. حاشاكم الطوبة عطت لي طفلة كلاتها قامر جلها. كلاتها الطوبة؟ عشيت نجري أنا في السبيطار. هاد موقف معايا غير خوها الكبير. سوفريت سوفريت. عندي هذا ديرته في السونتر. وتحبس القراية كيسمع بلي راح نترمى وللزنقة. يعني حتى وليدك الكبير حبس قراية. أو يخدم هذاك. محمد هو اللي. لا 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 الكبير. وليدك كذلك اللي حاضر معنا في البلاتو حبس قراية. حبس القراية. سنة ثانية حبست. إيه. باش تعاوني ماك تمشي باش يعاوني لانه انت ما تقدريش توقفي وحدك كي مريضه ما تقدريش على الحركه وليت ما نقدرش صياد انت حبس القرايه نعم خليه يجاوب علاش حبس القرايه انا السباته الضان حنخرجوا للزنقه ما كاش كيفه ولكن انت علاش تحبس القرايه بس القرايه ضربتها الدار واش راك دير انا نعاون يما نضرب الخدمه السوق ولا وشنا لا لا حوس خدمة على روحي شحال في عمرك؟ 11 حوس على خدمة؟ واش تقدر تخدم 11 سنة؟ يتجوز على روحي كش من حل طابلة ولا لو كان كملت قراية يعني سمحي لي عيشة انتي بنت لك بلي 11 سنة يحوس على خدمة بنت لك حاجة عجيبة أكيد والوضع تاع العائلة هذا بل وضع عادي يعني ماشي حاجة ما هي عادية ولكن تشوف طفل يحبس قراية باش يحوس على خدمة ولكن شوفي الظروف اللي دفعاته شوفي الظروف رهيب جدا شوفي الظروف اللي دفعاته يعني أنت تشوفي بلي وضع بنت في كاينة سلطات اللي وضعت على بنت كما هذه وهذا الوضع كله هذا أنا متأكد أكيد معبر أنا متأكد يعني ما ولو مش من باب نعطيك ولكن من باب نشوف الوضع تاعك مساعدة اجتماعية تعرفي أنت في الدول المتحضرة دوريا تجيك وفجائيا تجيك ولكن شوفي هذا الوضع نظن يطرح ألف علامة استفهام ولكن شكون يحمي هذه البراءة أستاذ إذا تعليم فقط لا أهل لا أهل لا يحميها لا أهل لا مصالح لا تضامن لا ولا شيء يعني هم راهم في مكان وكأنه ما عندنا ما كانش محيط أصلا نعم صياد جيب لي أخوك الكفيف جيبه لي نشوفه نقعد وقف جيبه أنت صياد لا خلو لا خلو تعال اجلس شحال في عمره؟ عنده 12 12 سنة عندك بطاقة تاعو بلي كفيف وكي تدي المنحة تاع الكفيف قالوا لي انت مستكلفة به اكي تدي دراهم تاعو هذا هو سؤال يعني هذا المفروض تكون عنده منحة من عند الدولة الجزائرية. قالك انت اللي راكي توكلي فيه حتى يولي 18 سنة. وكي يولي 18 سنة واش راح يصاروا في 18 سنة؟ واش راح يديروا في 18 سنة؟ أستاذي هذه الملاحظة اللي حبيت نقولها. يقولوا لهم ما نعطولهمش دراهم حتى يولوا 18. ولما يقولوا لهم 18 هل يعاود يعطيهم أثر رجعي؟ يعني لا, لا 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 18 باش يدي شعال. كادير نعم. باش يدي شعال جاوبيني. 4000 دينار 4000 انت لما تسمع زعما 18 سنه تقول على الاقل كيولي 18 يطولوا حاجه 18 سنه على 400000 باك ماشي 18 سنه هو يستنى باش يدي حاجه هما عطاوه بطاقه عطاوه له بطاقه هذه صح حقيقه يعني يعني يومياتك كيفاش تقضيها مع الاولاد مساكن هكذا ما عندهمش واش ياكلوا واش يشربوا ما عندهم يقراوش كيفاش ديري معايا وين راح نخدم نديها خافي عليهم تخليهم وحدهم ما تكيش هكذاك خرجت نخدم ضاع ولا نهار ياكلوا الا كلوا في النهار في الليل ما ياكلوش وليت حتى نروح نعاون الخضارين باش يعطوني قضيان باش نجيب لهم ياكلوا وهذاك الوقت انت راكي تجيبي القضيان زوجك واش يكون يدير؟ ولا يقول لي راكي تروحي معاه ماشي صح راكي تخدمي راكي تروحي طريق العوجه ومن بعد انت درتي الخلع زينه ايه ولما درتي الخلع رديتي له الصداق نتاعو مازال ولكن انت راكي مطلقه ومازالك عايشه مع اهل ديالو مازال الدار كبيره لانه قريبك هما ما حبوش يخرجوه هما ما حبوش يخرجوه ما حبوش يخرجوه كي قلت له خرج رانا مطلقين قالك ماشي انت اللي جبتيني مازالو عايش معاكم مازال في نفس الدار ايه وتحت نفس السقف نعم وفي المحكمه راكم مطلقين ايه وهذا وضع لا يصح وياكل من لما الشيء اللي طيبه نقضيهم نشري ونوكل اولادي
يخرج الصباح حتى الستة ولا السبعة، يدخل على 12 تاع الليل يرقد ويصبح. هو يخدم 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 ولما يشوف وليده كفيف وصياد موشيقة وبنته الصغيرة وما يتحرك فيه والو، يعني يحسن إليه. الطبة ثلاثة قام رجلها قدامه وهو كان تما في الدار. رفتها أنا وأخوها الكبير ديناها للسبيطار، هذا دخل الشهر للسبيطار رجليه حكموا الميكروب ما تحرك ما والو، هذا قدر عملية دخلت به للسبيطار. واسمه هذا؟ جيلالي شهر جيلالي؟ الدين. شهر الدين. وهذا علاش سميتوه صياد؟ اللقب صياد. اللقب صياد. وهذا محمد زهر. فقط كريمة كيش كي ضربوا بابه بالموس، اش كيتي به ولا درتوا إجراءات؟ درت سرتة فيك. وعلاش الحق ضربوا وليدو؟ أنا كنت في المارشي قلت لك نبيع، وهما كانوا يلعبوا فرحانين للعيد. هو كان راقد. رفد الموس ضربوا. يعني أب يوم العيد. يوم العيد. يوم العيد ضربوا وليدو بالموس. يعني المفروض أباء كما هكذا الشيخ إذا صحت الرواية. الرواية كلها يعني في بخصوص وضع أطفال بهذا الوضع، المفروض ما يزيدش يشوف أبنائه إلى الأبد. لأنه هو خطر على أبنائه. طبعا لأنه خطر عليهم. أو ضرب وليده بالسكين. وقل لي أنت شكون الأب اللي يشوف أولاده في الوضع هذا وعنده قلب وضمير ومرتاح يعني. وعنده ابن كفيف يعني. اليوم سيدتي واش تطلبي؟ تطلبي عاوني الناس باش ما نروحش للزنقة. ما قدرتش نلحق للكرة. لأنه خلصت لك المهلة طولك عنديلي تحترميه وقريبي خلاص هذه المهلة باش تخرجي من الدار. يعني وجهي ندائك اكيد المحسن انا ما يشوفوش. دار تسمحي لي دار زوجها. دار زوجها. ماشي دار زوجي. ولد عمتي. لانه هو ولد عمك. هو ولد عمي ما يسال ولا ما نسالش. يعني حتى السكن ما كاش لو كان يموت لا تعرف شيئا. درتي ملفات السكن هذه لم يديروها الملفات. ما درتش خاطر. اذا ما استفدتيش انت من السكن شكون اللي حيستفاد؟ غير كيما تلقت كنت راح نديرو قالوا لي نديروه معاك. وبعد كي تلقت ما عنديش بزاف كي عاودت طلعت البلديه قالوا لي مازال ما بعثوناش الورقه تاع واش لازم نعطوك ديري الدوسي. قولي الا الحق لان يقدر هو يجي هنايا ويقول كلام اخر وتولي في حصره. هو ما يجي هو نهار اللي بعث له الويسي دي جيستيس باش يعطي له الورقه هرب ما استقبلوا ما والو هرب ما شافوا ما والو. نعم اذا نداءك اكيد المحسنين ما يشوفوا فيك يشوفوا في الاولاد هذوما هكذا ضايعين ما عندهمش لقمه باش ياكلوها ما عندهم حتى حاجه باش يقراو ما عندهمش باش يقراو. تفضلي وجهي نداءك اكيد حين يعاونوك ان شاء الله. هذه طلبه والو الماكله راهم ياكلوا اللبسه راهم يلبسوا هذه طلبه برك يتفكروني وبيتها لاولادي ما قدرتش لحقتش للكلام ما لحقتش للكرة. إذا أنت محتاجة أنهم يعاونوك على الأقل باش تكري. باش نكري. نعم. وباش تقدري تصرفي على الدراري. نعم. محمد قلنا في الختام كلمة أخيرة ربما المشاهدين ما يشوفوا فيك يشوفوا هذه المعاناة أكيد يحسوا بها. إذا تقدر تقولنا كلمة في الختام. إن شاء الله يشوفوا فينا ربي يعاوننا إن شاء الله. آمين إن شاء الله. نعم. أكيد ربما أنت. طلبوا غير الدار وربي يعاوننا. انت ما راكش ربما اكيد ماذا بك لو كان في مقاعد دراسه حبذا لو انه تلتحق بمقاعد دراسه تواصل التعليم ديالك وان شاء الله الوالده وربي يفرج عليكم ان شاء الله. ولكن ربما لازم هذا ويقرا هذا حبس او في المركز قالت لك هذا حبس باش يخدم وهذا علاه حبسته حبس هذا ما نبغيش علاش هو انت حبست علاش حبست القرايه جاوبنا القرايه علاش حبست ولا عجبك الحال ما كاش باباك تما دير واش حبيت؟ ما يخرجش من الدار راهم عندهم يسمعني ولا ما يسمعش؟ يسمع ما يخرجش من الدار ما منعزل راه منعزل خلاص ولا يخشى المجتمع هذا ولا ولا منعزل هذا في حاجه الى طبيب نفسي هذا دوك يدخل في واحد المنطق كلهم بحاجه الله يحفظك كلهم بحاجه هذا دوك يخشى المجتمع ايه نعم وهذه بدايه الضياع ولا منعزل يا وليدي نقولوا خرج شو شويه الدنيا قالك ما تقولي لي والو تصيبو في الليل قاعد وفي النهار يرقد
نعم ان شاء الله نداءك يكون الحق سيدتي، وحنا من منبرنا نشدو كل واحد محسن واصحاب الخير انهم يساعدوك على الاقل يعني باش تكري دار وتحمي ولادك من الضياع ربما ويكونوا عرضه للمخاطر. شكرا لك سيدتي وربي ان شاء الله يفرج عليك. شكرا ان شاء الله. الشيخ واش تقولنا؟ انا ندائي لرئيس البلديه تاع بئر مراد رئيس ان يسجلك في ملفات السكن على الاقل تستافدي الدولة يتمد والحمد لله وموضوع السكنة ويتحرك وبالك دولة رقم واحد في العالم لا يتمد السكنة تمد كلش ماشي السكنة الله يحفظك تمد كلش ماشي غير السكنة فأنت على الأقل تكون عندك بيت يستر إن شاء الله. نعم إن شاء الله إن شاء الله. أستاذ يعني في كل مرة يعني نعود نرجع دائما لنفس الموضوع يعني الأشخاص اللي يتغلقوا في وجههم كل البيبان كل الأبواب يعني حالة كما هذه نظل هي مجرد صورة وصوت في جهاز تلفزيون ولكن لما تشوف الواقع أكثر تحس بالألم. أستاذي وأين الجمعيات النسوية اللي نظلوا نسمعوا الجمعيات هذا في نادي في المناسبات وفي عيد المرأة في المناسبات لا الجمعيات النسوية مناسبات ومواضيع محددة قانون الأسرة وهذه الجمعيات النسوية عندها مواضيع محددة إذا خرجت منها ما هوش اختصاصها يعني هو اختصاصها دائما الدخول بين المرأة والرجل أو بالأحرى بين الزوج والزوجة هذه اليوم تمضي الحرب على الميراث يعني هذا الحرب المفتعلة في موضوع الميراث هذه معركتكم الحقيقية. شكرا المعركة الحقيقية ها هي. إذا مشاهدينا راكم تشوفوا أمامنا الصورة يعني أصدق وأبلغ من كل تعبير كل واحد يمكن له أنه يساعد سيدة كريمة أولادها إن شاء الله إذا ما يبخلش عليهم. أكيد أرقامنا راهي تظهر أسفل الشاشة. إحنا إن شاء الله نتلاقاو الأسبوع المقبل. دمتم في أمان الله وحفظه.